إسرائيلي كان عندي سكن به. طيب ما البيت أخذوه؟ احنا ما عندنا مطلب خاص، احنا نريد الشعب كله يعني يعيش بامان، الكهرباء، التعيينات، عالم مات من الجوع، خيراتنا صايره غيرنا، يعني هذا العراق بلد الخيرات، كش ما مستفادين من احنا، يعني لا شباب متعينين، لا يعني مثل عالم ميت من الجوع. ومستمرين حتى تحقيق المطالب اللي هي مشروعة، اللي هي إبعاد جميع الوجوه المتحكمة في المشهد السياسي، وتعديل فقرات الدستور، وإصلاح القضاء، وإنتاج انتخابات مبكرة، حل مجلس الشعب. السيد خطواته سلمية، لأن رجل سلمي ولا يريد أن يختص من الفاسدين بالطرق اللا شرعية ولا قانونية. خطابه البارحة يعني تفسير آني كما يلي، تكلم عن الثورة السلمية ونجحت إن شاء الله، الخطوة الأخرى أيضا سلمية وهي المطالبة بإلغاء البرلمان وانتخابات مبكرة. بهذه الانتخابات المبكرة المفروض بالشعب العراقي الذي خرج الآن ينتخب من يريده سيد مقتدى الصدر أو ينتخب الشرفاء.